كبير متفق عليه محتج به له معرفة وحفظ إن ماجه ومن ثقة ومن آدوي ومن متفق عليه ومسكوه وافقي ومن حجيسان كرا قول الله قول في لهذا ومن علم هي حفظ وإنتم إله سيه كدلنا مركو هذا الكسيسي وذي محمد كان عالما بهذا الشان شان يرون حديث كا من آدوي يقنا أيوها صاحب التصانيف وانا صاحبك وكتب القراءه ايونا كبدي هاي قد ابن ابو سوري كتب كتبت اي شيء تاريخي تصير كي اي سوري كتب سوا امام ذهبي وكتب بانه حافظ كبير من حافظ وآدو من يهي مفسرة صاحب السنن والتفسير ومحدث تلك الديانة مقالوا إن كان لتشوي حلها أم الدارتها لتشوي أم بلد كان لتشوي محدث كذي واحد من الأصل والنقض وحديث كما قال أيوه ابن ماجه إمام الذهبي أصلا صلى الله عليه وسلم أحمد بن محمد بن إبراهيم يصبر وحوي لي مكو وحكا شيئا أو كباما كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به روها ابن ماجه من إمام أيوها حديث إمام بها عارف بها وحوي يقاني علوم تحديثة يوع الله وحي علوم تحديثة قلت على الله ربا ويا قاني كتابك الصورة كهدين قصة النقانة ابن ماجه ما يقول لي هاي تعصب ابن ماجه ما هاي الكتاب كيس هدين وفي رنا ابن ماجه هو عقل لي كتابك يوع ربا لغي أبو زرع ربا لغي الرازي فقاس وفحبه في ريا كتاب كيب وأخريه أبو زرع ربا كتابك هذا يقول لي أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. عارفين يا كتاب أنا توقع عندها تطلع دوا جوامع الكرية كتبت لها هي وطلع لميان وهرمامي. ويصير لو كفتوا. وصولا ابن ماجه كتاب هذا رمينا إنه ندرسنه. أنت سمعت الكتاب كقصر بحنو. كتاب كان سين وتلمان وكتبه ستة أيوب كيس اللي حالي هي. إن كتب الستة ومصدر أو لفظها ستة على صير منك أبوهري وعوها الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أي أبوهري ما عسيو يكتاب ابن ماجه ولما كان لحاد بان قرينيا كتب الستة من كبيرها هي إسايا أبوهري وإسايا أقوم مقعب مقعاس كد ابن وحاكم راعي الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وردنتي بقي طريق ظاهي لحبق الهجرية يصور وقرا على الله لا يوقع كتاب في سبب قرى الكمال في اسماء الرجال سدا ايضا يوقع كد ما روح كسوا مؤرخ او وحقرا نبا الطريقه هي قاتل وسدا ايضا اي قرا عن كتاب قال انه هي كتاب كان لحياه سلطة انه هي اي قرا عن كتاب كلا اي جرتي او كبيد هي موضع وعلماء اي صوتر حيال نبك اللي حادين يستغلص موطأ ابن ماجه قال اسكار ابن هي ما موطأ من قد ما ذنبك اللي حالنا كتب الستة كترنا مسوحين كترنا ابن ماجه من كتب الستة كترنا موطأ من مسكتين وكتاب مستقل يقولون يا لنا موطأ حالنا كده وحالة قاتي ان ابن ماجه وقود دروح صربتنا وحالة قاتي لكثرة زوائده على الكتب الخمس شدت كتب كلا أحاديث إيسا القرين أو بلان ما يسيو كتير باشا موضع أحاديث إنتي سب بلان أبنى كتبت إلي ونية سو الزوائد آدو فرا بلان ما دام الزوائد دايرارا أو كتبت أو كتير إيسا ولاي هاي بأس روح أبوها بلان بلي إن ما يجح إنك إلي سورة سوريا بتاكا اللي حاكي ساقع إياها قاكا وقري إن ما يجح كتابك ترتيب آدو مناسر أو في عمي وقري كتاب وكل بلاغ التبويب ساس أصلا يا كتاب ورانا يا كتب نبالا بقلنية كتبتها مثلا بقوا كتاب كيسا قري ذهبي وحولي هي وحا كتابا كجرتا لابي إيا صدا كتابا كجرتا لابي إيا صدا كتابا يا كجرتا ما كلا تليوا لابي إيا صدا أيوبي انت التبويب باب يا كجرتا كتاب كلا أبو الحسن القطان صاحب ابن ماجه ابن ماجه صاحب كيسي وحو يريد كتابك انت ابواب لي هي وحوا كن يا شمط قل او بابا كنت كتاب كن
يشم بقول أو باب أو كتشرتة ومكا كتاب إلى أنت أصبح باب وقلنا يا بعضك مكا وحين غدا يكون يكون يشم بقول أو باب عيين غدا أحاديث دا كتابك أو كوري وعليها يا أبو الحسن والقطان والحلوي يسيها أم أردي يسيها أفر كل أحاديث أيوه كوري لكن أستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والتحقيق رسمية والدقيقة كتاب الكسمية أبوابتي لإنت هو كبدي كتبتي كتاب قلنا حجرتين إنت هو كبدي أحاديثنا إنت هو كبدي وعونا يلي بقى الآن في الفيرية كتاب كان تضبيه صدم كتابة كنجرت عن كتاب مكي اللي هذا كتاب نعزو عبودة تضبيه صدم كتابة يا كنجرت أحاديث كتاب أبو قارين وحاولي أن أفر كن صدح بقول إيو أفرتن يكون ماشي كل قول أبو الحسن القطان وقيل وأفر كن عيد ما أنت أسميه هي وأفر كن صدح بقول أفرتن يكون حديثه أحاديث ده أفر تكون صدح بقول أفرتن يكون بأه صدح بقول يلبى حديث وحلوه رسي كتب الخمسة لوه رسي كتب الخمسة الأول يسيب بخاري بالأول يسيب مسلم بالأول يسيب عظم كتب الخمسة الأول يسيب صدح بقول هي اللي بحث يسمح الأول يسيب كتب الخمسة هي الأول أما يقول نب بالأول يسيب أما قيمت بذا أول يسيب أما شرط هو يسكوها عين الحديثة والأول يسيب أما شرط قيمت بذا هي الأول يسيب وحصوها دي كل صدح بقول صدن إيا صيال حديث بحصوها دي كن صدح بقول يصدر يسقال كحديث وقوة الأمة على الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة وإنت أقول لزيادة الكتب تكالي أن كنت جنوي مكة إنت أسوأ حديث أيو لزيادة كن صدح بقول صدر يسقال حديث أيو كلزيادة كتب الخمسة والكتب تكالي أن سنقرين ويسير الدوري وقت أحاديث أقول لزيادة كن صدح بقول صدر يسقال كأه أفر بقول الله تعالى يسدين حديث وحديث صحيح رجالها ثقات وصحيحة الإسلام أفر بقول الله تعالى يسدين حديث وصحيح ويسند كذا وصحيح وحديث الاعتماد أيه والاحتجاج سكره ما كسند كذا وحديث وصحيح وي بقول يسجاش يسجال حديث نسند كذا وحصل يوم دريت الاحتجاج بكل شيء وقال صلاشا إيا صلال حديث إياه ونوعي كتلا دليل يتول احتجاج وسنة كذوة حصوه محاق قصر لما كبقل لح بقل يصدح يتول حديث باكوصها لح ذا بقل يصدح يتول كحديث وحيوك لقيم سيئين قال سنة كذوة هي قال منكر هي قال مكذوب هي انت اسم كتلا لح بقل طبعا يصدح حديث وقاها حديث ولك اليومي كبذا سند كذو حيث كوجران قار واهلة قار منكرة قار مكذوبة حيث كوجران هذه لما العصره أردت هوري أبو الحسن القطان يذهب يقصر تلوى يذهب وحوي لكتاب كان قطبت أو قوبي وصدر يلوى كتابه أبو الحسن لما وحوي لكتاب أبو عبت أو قوبي مثلا وكن شاب قول أيوه مصنف التحقيقية أنت واكبدي حكاية خلاف كما تكيب حديثي لو واكبدي طويلك لو واكبدي أبوابتي لو واكبدي خلاف كما تحقيقي عمد وحيد أن خلاف مقيمة كلا مدبعوني كويس خلافة مقيمة كلا اختلاف المضابع اختلاف النسخ كويس خلافة وهي مصنف تقارب الحديث لإرادة كنشرته مصنف تقارب الحديث لإرادة كنشرته ما خلاف بيش او قائم انا يوا هلكا هلكا ايو خلاف قائم انا يوا كتاب كان شروح لأولي يهي كتاب كان ما دام سلاس اهتمام لوسي وانا شرحي عمر بضن با شرح دي شراح بضن قارن مخطوطاتهين قارن للا يهي قارن الضاوعي ايو لي وحاكم اذا فقا شرحي على ابو الدين مغلطاي على الدين مغلطاي مثل لو يقرا سو هو شرح كتاب لسا قيب الله يا ان شن مجلد هذا والله هي ابو يلا وعقله الشرحي مثل اوريجينال سراج الدين
عمر بن علي بن ملطم باشرحي عن كم عاوي ما تنص إليه الحاجة على سنن ابن ماجه أن يكتب كيس كم عاوي يسمون واظهرة وحكتاب كاسي مثلا وكقابنا إلى كتاب وحين للزوائد وحاجة الحديث كلا كتب الخمسة إلى وذاك سدين شرحوا لكن يسمون شرحي وحي خاص قطها الزوائد ابن ماجه دليه خاص قطها كتب حديث انت ذيك الكويتي وحاكى له سياسه وقال اسمنا الشرحاي كمال الدين محمد ابن مرسي مثل رؤيه قال وكما